أعتبر أن هذا الحدث حدث استثنائي، ولم ربما لم يحدث من قبل على مدى تاريخ المسيحية والإسلام، وذلك فيما أعلم. فما أعرف أن مسجدا وكنيسة بني في وقت واحد وانتهي في وقت واحد وبقصد تجسيد وتجذير مشاعر الأخوة والمودة المتبادلة بين المسلمين وإخوتهم المسيحيين، ما أعرف أن حدثا كهذا حصل قبل أن نشاهد اليوم هذين الصرحين البالغي القدر من حيث العمارة الفنية ومن حيث العمارة أيضا التي يحق لمصر أن تفخر بها على سائر الأمصار، ويحق لعاصمتها الجديدة أن تزهو على سائر الأمصار. وإني إذ أعبر عن نفسي وعن هذا الوفد الرفيع المستوى من الأزهر الشريف، أعبر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكرنا الجزيل على هذا الإنجاز الرائع. وأيضا في ذات الوقت أتقدم لأخي العزيز قداسة البابا ومن خلفه وحوله إخوتنا المسيحيين في مصر وفي خارج مصر، أتقدم لهم بأجمل التهاني بهذه الكاتدرائية الجديدة التي ستقف دون شك شامخة إلى جوار المسجد الجديد، مسجد الفتاح العليم، في صمود وفي رمز يتصديان لكل محاولات العبث باستقرار الوطن، وأيضا بالوقوف في محاولات بعث الفتن الطائفية.